بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا, اهلا بكم في فيديو رقم 5 من سلسله البايو ستاتستكس 101. مهم تكون اتفرجت على الفيديوهات اللي فاتت علشان تكون متابع معانا. في الفيديو النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها التايبس اوف اناليسز. هنتعرف, يعني احنا شفنا برنامج جاموفي, عرفنا يعني ايه المين, عرفنا يعني ايه الحاجات البسيطه اللي هي السنترال تندنسي والميجر اوف ديبريجن, يعني عرفنا ان احنا نعبر عن الداتا بشكل ازاي, ولكن احنا لما يجي لنا الداتا هنتعامل معاها بشكل ازاي. وأول خطوة من التعامل مع الداتا هي إن احنا نعرف أصلاً أنواع الـ Types of Analysis. خلينا نخش في المحتوى على طول. لو عجبك الفيديو حتى الآن ما تنساش تشترك في القناة علشان تكمل بقى السلسلة معانا إن شاء الله, وأتمنى من الناس إن هي تشارك السلسلة مع عدد أكبر من الأصدقاء على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي علشان توصل لعدد أكبر من الناس وتفيد عدد أكبر. يلا بينا. طيب احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها تايبس اوف اناليسز, يعني في 3 انواع من انواع الاناليسز. في نوع اسمه يوني فاريت اناليسز, في نوع اسمه باي فاريت, في نوع اسمه مالتي فاريت اناليسز. انا بدات بالمقدمه دي ليه؟ علشان المسميات دي ساعات كتير بنشوفها في الابحاث العلميه, يعني يقول لك ان احنا عملنا مالتي فاريبل اناليسز عن كذا كذا كذا. فاحنا عايزين نعرف اصلا المسميات دي معناها ايه. لما بيجي لنا الداتا اول حاجه احنا لازم نعمل لها اليوني فاريبل او يوني فاريت اناليسز. كلمه يوني يعني واحد, باي يعني اتنين, مالتي يعني اكتر من اتنين. ويعني ايه بقى يوني فاريت اناليسز؟ يعني احنا بيكون عندنا الحاجات اللي فوق دي في الجدول, يعني ده جدول بسيط, احنا هنشوف امثله تطبيقيه كتير ان شاء الله. بيكون الحاجه اللي فوق دي اسمها الفاريبل, يعني مثلا على سبيل المثال النيم ده فاريبل, الايج ده فاريبل, مثلا الهايت فاريبل, الكانسر تايب فاريبل, دي كلها اسمها فاريبلز. فاريبل رقم 1 2 3 4 5 هكذا. الحاجات اللي هي بتبقى في الروز, يعني دي كده بيسموها في الكولومز او في الاعمده. الحاجات اللي بتبقى في الصفوف دي بيسموها الاوبزرفيشن, يعني الاوبزرفيشن رقم 1 2 3. الاوبزرفيشن دي ممكن يكون البيشنت, فالبيشنت رقم 1, البيشنت رقم 2, البيشنت رقم 3. فهو ده كده شكل التيبل اللي المفروض الناس بتعمل له ديزاين وانت بتجمع الداتا بتاعتك. طيب وبالتالي لما نقول ان احنا هنعمل حاجه اسمها يوني فاريبل اناليسز او يوني فاريت اناليسز, ده معناها هنعمل على فاريبل واحد او على كولوم واحد. فمثلا هنا الايج العمر, فاحنا هنعمل الايج ده يوني فاريبل اناليسز. يعني هنروح جايبين ايه بقى, هنجيب مثلا المين والستاندرد ديفيجن بتاعه او هنلخص الفاريبلز دي كلها. خليني كده اوريكم مثال زي اللي احنا شايفينه هنا. ده كده حاجه اسمها الاورجن, يعني ممكن نكبر شويه. الاورجن ده العضو, في برين, هارت, كيدني, ليفر, لونج, دي كلها اورجنز. وبعد كده في لينث, لينث ممكن يكون ده الطول بتاع الشخص. دي داتا عشوائيه يعني من غير يعني تخطيط, ولكن تجربه كمثال. وبعد كده في الايج, فدي الايجز كده احنا حاطين الداتا اللينث دي بشكل معين, وحطيت انا الايجز دي بشكل معين علشان هتساعدنا في الفيديو اللي جاي. ولكن ده variable analysis, يعني المفروض اخد اللينث ده كده لوحده واعمل له analysis. المفروض اخد الاورجان ده كده لوحده واعمل له analysis. المفروض اخد الايج دي واعمل لها analysis. دي كده بدايه الديسكريبتيف اناليسز, او علشان اوصف الداتا اللي عندي. طيب لو رجعنا للجدول ده مثلا على سبيل المثال, في هنا حاجه مرتبطه بالكانسر تايب. لو احنا عايزين نعمل حاجه اسمها باي فاريت اناليسز, باي فاريت اناليسز يعني ايه؟ يعني هنقارن ما بين تو فاريبلز, او هندخل في الاناليسز بتاعتنا تو فاريبلز. فعلى سبيل المثال هناخد الفاريبل بتاع الايج وهناخد الفاريبل بتاع الهايت مثلا. فعلى سبيل المثال ممكن نقول الناس اللي هي اعمارها اطفال الهايت بتاعها قليل, والناس اللي هي شباب الهايت بتاعها متوسط, الناس اللي هي العواجيز الهايت بتاعها قل تاني. فممكن يكون في علاقة ما بين الايج وما بين الهايت او الطول بتاع الشخص. فدي ساعتها احنا بنشوف علاقة ما بين variable رقم 1 والvariable رقم 2, فدي ساعتها اسمها two variables, تمام؟ او نشوف علاقة ما بين الشخص اسمه احمد والعمر بتاعه كذا. وهنشوف امثلة كتير على bivariate analysis. المultivariate analysis بقى اكتر من اتنين, يعني هل الشخص لو اسمه احمد ده مرتبط بايج معين والهايت بتاعه او الطول بتاعه بشكل معين, فديك اسمها مالتي فاريبل اناليسز. هنشوف الكلام ده على امثله غير نظريه زي كده, هتلاقي الموضوع ميك سنس او
أفضل في التبسيط من الشكل ده. ولكن اللي عايز أقوله في اليونيفاريت أناليسز، لو أنت عندك نيوميريكال داتا بتعمل حاجة اسمها السامري تيبل، لو عندك كاتيجوريكال داتا بتعمل حاجة اسمها الفريكونسي تيبل. ده كده أشهر الحاجات. لو احنا عايزين نطلع من الفيديو ده بحاجة تطبيقية، فاحنا نتعلم ازاي نعمل اليونيفاريت أناليسز. خلينا نفتح برنامج جاموفي اللي احنا قلنا هنشرحه. طيب ده كده الانترفيس بتاع برنامج جاموفي اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات. تقدر انك تدخل هنا على الثلاثة دوتس دي وتعمل حاجة اسمها Special Import. ده لو انت عايز تجيب الفايل من الاكسل، لو انت عندك الداتا مثلا بشكل الاكسل ده تقدر انك تاخدها كده Copy Paste. بس لو هي داتا كتيرة، لو عدد كبير من الداتا، يعني هنقعد ناخد مثلا هنا 100 observation، لو في حاجة فيها 10,000 observation هنقعد ناخدهم Copy Paste، الموضوع هيكون ممل شوية. فاحنا بندخل على جاموفي، بعد كده نعمل سبيشال امبورت، بعد كده بيقول لك انك تروح عامل براوزنج للفايل ده موجود فين. فده الفايل الاكسل بتاعنا، هنروح ده هندوس اوبن هنا، ففتح لنا الاكسل. هو الاوبزرفيشنز بتاعنا اللي في الاول دول سابهم زي ما هو، وبعد كده عمل لنا الاورجن واللينث والايج زي ما احنا شايفين كده. احنا ممكن نمسح الاوبزرفيشنز دي، ندخل على الفاريبلز وبعد كده نعمل ديليت للاوبزرفيشنز دي وهندوس اوكي. فكده احنا عندنا الداتا زي ما احنا شايفين. ممكن الشكل هنا صغير شوية، ولكن أتمنى تكون شايفين الشاشة بشكل كويس. ده الأورجن البرين والحاجات اللي احنا شفناها، ده اللينث، ده الايج. احنا عايزين نعمل لكل نوع من أنواع الداتا دي نعمل لهم يوني فاريبل أناليسز. أول حاجة بتدخل على الفاريبل هنا، وبعد كده بتروح داخل على الإيديت، تتأكد أن الأورجن ده الفاريبل ده بتاعه مثلا نومينال زي ما احنا تعلمنا المرة فاتت. اللينث ده الفاريبل بتاعه كونتينيوس يعني رقمي. الايج ده تتاكد ان الفاريبل بتاعه كونتينيوس. طب ليه انا اصلا قلت حاجه زي كده؟ يعني على سبيل المثال لو احنا عملنا يعني في الاكسل شيت ضفنا هنا كولوم جديد سميناه الاي دي، وحطينا الاي ديز بتاعت الناس بشكل عشوائي، دي كلها ارقام ولكن الارقام دي تعبر عن الاي دي بتاع الشخص. في الاي دي في الحاله دي تمام، وعملنا سيف. يعني احنا ممكن مثلا نشوف، يعني كملنا الاي ديز كده بشكل عشوائي على الاكسل شيت علشان نكمل الميت اوبزرفيشن. طيب زي ما احنا شايفين انا ما اعرفش ايه الكالكوليشنز اللي الاكسل حسبها، ولكن هو حط اي ديز بشكل عشوائي، يعني ده 13000 اللي فوق 3400 دي كلها اي ديز. يعني انا ما اعرفش الاي ديز دي تعبر عن ايه. طيب احنا عملنا مع بعض خانه هي اسمها الاي دي تمام. احنا الاي ديز دي انا معرفش هي يعني بتعبر عن ايه بالظبط، ولكن احنا عملنا سيف وبعد كده عملنا امبورت من اول وجديد، يعني مسحنا الفاريبلز دول وعملنا امبورت من اول وجديد للاكسل شيت بتاعنا تمام. فلما نيجي نبص هنا نلاقي ان هو حط الاورجنز، حط اللينث، حط الايج برضو، ولكن الاي دي مديله ان هو كونتينيوس داتا. ولكن في الواقع ان الاي دي بالرغم ان هي حاجه رقميه ولكنها حاجه وصفيه، حاجه بتوصف الشخص. فاحنا محتاجين ان احنا نتاكد ان الفاريبلز بتاعتنا معمل لهم امبورتنج في البرنامج بشكل صحيح، وبالتالي نقدر ان احنا نغير هنا الاي دي دي لحاجه نومينال، ونبدا بقى نبدا نعمل الاناليسز بتاعنا. فاحنا قلنا احنا هنعمل يونيفاريت اناليسز، فالمفترض ان احنا هنعمل ديسكريبتيف اناليسز ل التلاتة كولومز دول او التلاتة فاريبل دول. فاحنا قلنا ان الكاتيجوريكال فاريبل بنعمل لها ايه؟ لو احنا رجعنا للبرزنتيشن هنلاقي ان احنا كاتيجوريكال بنعمل لها حاجه اسمها الفريكوانسي تيبل. طيب هنفتح كده جاموفي ونروح داخلين على هنا الاكسبلوريشن، هنلاقي حاجه اسمها ديسكريبتيفز. هندوس على ديسكريبتيفز، هيسالنا انت عايز ايه الفاريبل. لو احنا شايفين هنا ايه الفاريبل اللي انت عايز تعمل له ديسكريبتيف اناليسيس. طيب لو دوسنا هنا كده وحطينا الفاريبل ده هنلاقي ان هو عمل ايه، عمل ديسكريبتيفز والان بتاعهم الكاونت بتاعهم 100. طيب هل 100 ده يعبر عن حاجه في الداتا؟ يعني احنا عندنا 100 اورجان بشكل مختلف هنا، هل 100 ده يعبر عن حاجه؟ لا، هو 100 ده عدد الاوبزرفيشنز زي ما احنا عرفنا، ولكن لا يعبر عن اي حاجه. طيب هنروح داخلين هنا نلاقي حاجه اسمها ايه، فريكوانسي تيبل. بمجرد ما ادوس على الفريكوانسي تيبل ده ايه اللي حصل؟ ادانا تيبل هنا، لو جينا بصين هنا هنلاقي البلادر فيها الكاونت بتاعها 11، البرين الكاونت بتاعها 18، الهارت الكاونت بتاعها 2. الكاونتس دي مهمة جدا، علشان كده هنشوف مثلا في الكاونت هنا ان في هنا اعلى حاجة البنكرياس والبرين 18 و18، دول اعلى او اكتر اورجانز موجودين معانا، ونقدر ان احنا نشوف البرسنتجز بتاعتهم. يعني كم واحد مثلا كان عنده برين كانسر،
18%، كم واحد كان عنده كيدني كانسر 2%. فزي ما احنا شايفين البرسنتجز دي تقدر انك تعبر بيها عن الداتا بتاعتك. يعني على سبيل المثال لو دي تايبس اوف كانسرز او دي انواع كانسر موجوده عند البيشنتس، تقدر تقول ان اكتر تو تايبس اوف كانسرز كان البرين كانسر وكان البنكرياس كانسر بنسبه كذا ونسبه كذا، واقل نوعين كذا. يعني ده كلها تفاصيل، دي كلها داتا تقدر تطلعها من مجرد الجدول ده. طيب في ايه كمان ممكن تعبر عنه عن الجدول ده بشكل كويس؟ ممكن تعمل له بلوت، ممكن تعمل له حاجه اسمها البار بلوت. لو فتحنا البار بلوت كده هتلاقي ان هو عبر عن الاورجنز دي بشكل جميل جدا. ادي الاورجن وادي الكاونت بتاعهم، فيقدر الشخص يشوف كلمه برين ده اعلى حاجه، ويقدر يشوف ان هو كلمه بنكرياس اعلى حاجه. واضح هنا ان الهارت والكيدني اقل تايبس اوف تيومرز. ده لو هو مثلا ده البروجكت بتاعنا، تقدر تاخد الصوره دي زي ما احنا اتعلمنا المره فاتت، تعمل لها اكسبورت وتحفظها كبي دي اف، تحفظها كبي ان جي، كاي حاجه انت حابب تحفظها بيها، ويبقى عندك اناليسز. متخيلين ان الاناليسز بالسهوله دي؟ احنا كده عملنا اناليسز للكاتيجوريكال داتا. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه فريكوانسي تيبل اللي احنا قلنا عنه في البرزنتيشن. طيب احنا دلوقتي مثلا دي كده الفريكوانسي تيبل، احنا عايزين نبدا نعمل حاجه بقى للنيوميريكال فاريبل. فنروح داخلين لينث، هنروح حاطين اللينث هنا، ممكن نشيل الاورجن ونسيب اللينث. لو بصينا على اللينث هتلاقي ان السامري تيبل ده التيبل اللي احنا نقصده بالاناليسز او اليونيفاريت اناليسز للحاجات النيوميريكال. هتيجي تبص على السامري تيبل ده هتلاقي الميسنج صفر. الميسنج دي الحاجات اللي هي الميسنج فاليوز، ودي لها طريقه تعامل كبيره خالص ان شاء الله نشرحها قدام في المستقبل. المين هنا 175، الميديان 175، والستاندرد ديفيجن 1.2. لو حطينا الايج برضو هتلاقي انه حطت لك الايج هنا نفس الكلام، هاد عندك المين 20.4 والستاندرد ديفيجن 8.8. ولكن لو جيت بصيت على البلوت اللي هو البار بلوت هتلاقي انه لا يعبر عن يعني عن النيوميريكال داتا بشكل كويس. في حاجات كتير بتعبر عن النيوميريكال داتا بشكل كويس، ولكن اشهرهم مثلا الهيستوجرام. لو جينا بصينا هنا الهيستوجرام ده بتاع اللينث، لو جينا بصينا كده هتلاقي ده شكل هيستوجرام يعبر عن الداتا. هنتكلم عن الديستريبيوشن في الفيديو اللي جاي، انما هنا الهيستوجرام يختلف عن الهيستوجرام ده. لو دوسنا على كلمة دينستي هنا هيعمل لنا دينستي بلوت وهيورينا شكل الديستريبيوشن. وممكن كمان ندوس على حاجة اسمها كيو كيو بلوت هيوضح لنا كيو كيو بلوت. الكيو كيو بلوت ده من ضمن البلوتس المشهورة للنيوميريكال داتا، ان هو لو الداتا ماشية على اللمسة اللاين في النص ده فده معناه ان الداتا متوزعة بشكل كويس. فهتيجي تبص هتلاقي اغلب الداتا زي ما احنا شايفين هنا الداتا نوعا ما فيها شوية مشاكل تحت وفوق هنا، وده هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي. ولكن بالشكل اللي احنا شايفينه ده نقدر ان احنا نعبر عن الداتا بتاعتنا. عملنا هنا السامري تيبل، وعملنا في الاورجنز الفريكوانسي تيبل. مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده، ولكن الاناليسز اللي احنا عملناها اليونيفاريت اناليسز دي مهمه جدا يا جماعه، وبتتعمل يعني تقريبا هتلاقيها في كل الريسيرش بروجكتس وكل المشاريع البحثيه. وده خلينا نقول اساسيات بسيطه خالص في الاحصاء، لازم تتعلمها ولازم تجربها بنفسك. زي ما احنا قلنا في الفيديو تقدر تنزل داتا من على كاجل او داتا وورلد، فممكن تنزل داتا ست او داتا حقيقيه وتبدا تجرب عليها، انك تجرب تعمل الفريكوانسي تيبل او تعمل السامري تيبلز وتفهم الداتا بتاعتك عباره عن ايه. ده تجربة بسيطة، وإن شاء الله الفيديو يكون شيق ومهم بالنسبة لكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن الديستريبيوشن. سلام عليكم.